وزي ما حضراتكم عارفين ان يعني دايما الرباط الصليبي بيعطل شويه، لكن ما بقتش نهايه المطاف. يعني الدنيا كلها 3 4 شهور 5 شهور بالكتير بيبقى جاهز واقف على رجله. وشفنا فوكس مثلا اكبر دليل في كره اليد رجع. انا عايز اقول لكم انه طارق الغنام نفسه نجم النادي الاهلي عمل 2 صليبي، ابراهيم الجمال عمل 2 صليبي وعدوا وكمل مسيرته مع النادي الاهلي وتالق. فان شاء الله دي ما تعطلكش يا عمرو. احنا النادي الاهلي يمكن هيخسر جهوده الفتره اللي جايه ولكن خسر جهوده، ولكن انا متاكد ان النادي الاهلي وطبعا الاتحاد المصري لكره السله بقياده طبعا الدكتور مجدي ابو فريخه سيسارعوا باجراء العمليه. طبعا مش على طول العمليه بتتعمل، الرباط الصليبي عامه بيكون فيه رشح وبيكون فيه ورم في الركبه، فمن الجهاز الطبي او الدكتور الطبيب يعني اللي بيعمل العمليه ما بيتدخلش جراحيا الا بعد ما بيتم اختفاء الورم تماما والركبه بتفقد الالتهابات الشديده اللي بتحصل نتيجه القطع الرباط الصليبي. خليني بس اقول لكم يعني الرباط الصليبي قصته ايه، ايه معنى الرباط الصليبي؟ الرباط الصليبي سبحانك يا رب سبحان من ابدع خلق الانسان. الرباط الصليبي هو رباط عامل يعني بشكل صليبي جوه الركبه، ربنا خلق هذا الرباط يتحمل اي تنشن فورس او القوة الشد، يتحمل قوة الشد. يعني ممكن تحطه، سمعتها من طبيب جراح، يتحط ما بين مقطورتين عربية نقل وما تقطعش، اي قوة سحب تنشن فورس يستحملها ولكن لا يتحمل التورشن فورس، القوة او الالتوائية ما يتحملهاش، يتقطع بأقل لفة يتقطع. سبحانك يا رب، هذا خلق الله، انه ربنا ضامن بالرباط الصليبي ان الركبة ما تفكش وهي مفرودة، ولكن وهي مفرودة ولا هي متنية، ولكن لو اتنت الركبة سنة والجزء اللي فوق من الجسم لف عكس الجزء اللي تحت، للأسف هنا بتحصل عملية الرباط الصليبي. يمكن الجماهير بتسمع ايه الرباط الصليبي ولكن مش فاهمين. الرباط ده ما بين العظمتين، العظمة عظمة الفخذ وعظمة قصبة الرجل، هو رابط ما بين العظمتين دول، طبعا ما باقي الأربطة، وكل رباط من دول بيتحكم أو بيحكم الركبة في اتجاه. فالرباط الصليبي بيحكم الركبه فيه انها ما تسيبش بعضيها. عشان كده الرباط الصليبي، طب ما ممكن اللاعب يجي له رباط صليبي يقول لك ما العبش، لا ما ينفعش. ليه؟ لان ركبته هتخونه في اي لحظه. اللي عنده رباط صليبي وهو ماشي ممكن ركبته تخونه شويه. ولكن الف سلامه لعمرو زهران، ان شاء الله يرجع بالسلامه ولا اي حاجه، ولا انت بطل وراجل. وعشان نطمن على عمرو زهران ونطمن على حالته المعنويه كان لازم يكون معانا على شاشه بيته وقناته، قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا عمرو، الف مليون سلامه عليك. ازيك يا كابتن؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله، الف سلامه عليك يا بطل، ولا يهمك. يعني استراحه محارب وان شاء الله 4 شهور 3 شهور بالسلامه وتكون في ارض الملعب. يعني كلمني اخبارك ايه يا عمرو، الدنيا عملت ايه يعني من بعد الاصابه؟ عملت ايه؟ ناوي تعمل ايه الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ الحمد لله، يعني قبل العمليه المفروض اعمل زي علاج طبيعي كده عشان الوقعه اثرت في التاني وفرد الركبه. المفروض يعني اهيئ نفسي ان شاء الله قبل العمليه، يعني في فترة علاج طبيعي لمدة أسبوع أو أسبوعين بكتير إن شاء الله. طب أنت يعني تعرضت على دكتور يا عمرو؟ رحت للدكتور، حددت ميعاد عملية؟ يعني كلمنا برضو الجمهور اللي عايز يطمن عليك يا حبيبي، لأن هو من ساعة الإصابة والناس كلها تدعي لك بالشفاء، بس فرصة نعرف أنت رحت للدكتور مين، هتعمل عملية إمتى، تحدد لك استيميتد تايم أو وقت متوقع للعملية إمتى، يعني طمن جمهورك عليك يا حبيبي. هو المفروض يعني بعد اللي حصل يعني بالوقعة طلعت عملت رنين، وبعد كده طبعا مطرح الورم كان مش باين، عملت رنين تاني بعديها بيوم ورحت للدكتور احمد عبد العزيز استشاري الجراحه. يعني قال لي انت الحمد لله جالي صليبي وطوف الحمد لله، ومفروض بقى هو قال هديك فتره راحه زي اسبوعين كده تعمل فيهم تاهيل قبل العمليه، واشوفك بعد اسبوعين وان شاء الله نقرر العمليه تبقى امتى. يعني خلاص، يعني ان شاء الله يعني ايام باذن الله ان شاء الله عمرو تعملها. وانت بطل، يعني انت بطل وابن بطل، يعني كابتن علاء زهران يعني باباك زميل الملاعب، يعني دايما تحطيته في مواقف زي دي وانت قدها، يعني ان شاء الله ولا حاجه. وانا يعني من صوتك عاجبني ان انت الحمد لله لا الحمد لله طبعا وطبعا مش مشكله والله، ان شاء الله يعني خير، يعني وارجع بسرعه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وانت دلوقتي في مرحله العلاج الطبيعي، شغال علاج طبيعي فين بقى يا عمرو؟ مع دكتور شاوي المخصص الهاند بول منتخب مصر. ممتاز ممتاز، شغال مع علاج طبيعي عشان تجهز للعمليه. بالظبط كده. طيب خلينا نتكلم على البطوله بقى، البطوله العربيه اللي انت شاركت فيها، وشايف منتخبنا كان ازاي يا عمرو؟ وشايف هل احنا مرشحين للبطوله خاصه ان احنا فزنا على كل الفرق؟ شايف حظوظنا ايه في البطوله دي يا عمرو؟ لا طبعا قبل يعني هتكلم الاول، في الاول خالص ساعدنا ازاي كابتن روي يعني كان معانا، وكنا بننافس عالميا يعني مش بننافس عربيا ولا دوليا يعني محليا. نعم، فالليفل بتاعنا راح في حته ثانيه. فبالنسبه للبطوله العربيه احنا كنا منتخب مستعدين،
كابتن وائل بدر وكابتن سولي يعني من اول معسكراتهم معانا، وضاف عليهم كابتن رامي جنيدي يعني كانوا يمرنونا وكل حاجه وكنا جاهزين يعني. وفي شايف اول الماتشات كلهم كسبانين يعني ما خسرناش ولا حاجه دور المجموعات. شايف ان احنا هنفوز بالبطوله دي يا عمرو؟ يعني شايف احنا اقرب للفوز بالبطوله العربيه دي؟ ان شاء الله يعني خير اعتقد يعني. طب قول لي قول لي يا عمرو يعني ايه اللي بيميز روي رايان؟ يعني انا اكتر من مره دخل معايا عمرو الجندي وكان معايا عمر طارق، اكتر من لعيب كانوا معايا والحقيقه اشادوا بروي رانا كمدير فني. انت شايف ايه اللي كان بيميز روي رانا، خاصه ان انت يعني اتمرنت مع مدربين اجانب كتير يعني، وبتتمرن في النادي الاهلي مع مدرب اجنبي مستر اجوستي بوش، شايف ايه اللي بيميز روي رانا كمدير فني منتخب عن اي مديرين فنيين سابقين؟ لا طبعا كابتن روي كان يعني كان في ليفل الام بي اي يعني، فهو اكيد مدرسته مختلفه عن اي مدرسه ثانيه اتمرنت معاها. كديفنس التكنيك الديفنس في الاتاك ليه خيارات معينه، السيتويشن اللي في الجيم الحالات الصغيره دي تنزل الصغيره دي بتفرق مع المنتخب يعني الفرق الثانيه. نعم هو يعني مميز في الحاجات دي. والدفاع، الدفاع يا عمرو اخباره ايه؟ هل هو بيهتم بالدفاع جدا زي المدربين الاجانب كل المدربين الاجانب؟ هو الصراحه ما فيش حد اتمرنش معايا من الاجانب مش مهتمين بالدفاع، دي اهم حاجه عندهم الصراحه يعني. يعني كنت جوستي روي اي حد اجنبي كان مهتم بالدفاع دي اول حاجه ليه يعني. وانت الصراحه اللعيب المميز عندهم يعني، انت دفاعيا عمرك ما خذلت اي مدير فني يا عمرو بصراحه بامانه. شكلهم بيحبوني يعني الحمد لله طبعا يعني. طبعا ووقتك وما شاء الله يعني دفاعيا وهجوميا انت مؤثر بشكل كبير مع اي فريق يا عمرو، وبالرغم ان انت يعني في مسيرتك ما دخلتش منتخبات كتير ولكن انت فرضت نفسك وفرضت مستواك على مصر كلها. طيب قول لي بعد الاصابه مين يعني مين اللي اطمن عليك؟ هل كابتن الجرح يكلمك مستر اجوستي يعني برضه طمني على وجود الصراحه يعني احنا عندنا في النهائي كله لا مفيش حد صراحه عشان ما انساش حد يعني، بس يعني كابتن اجوستي كلمني، كابتن خالد العوضي، كابتن احمد الجرحي يعني لعيبه المنتخب المصري كلها، كابتن وائل وكابتن سولي، طبعا دكتور مجدي بوفريخه، مش عايز انسى حد يعني كل الناس كانت تطمن عليا الصراحه كل الناس يعني. طبعا انت لعيب يعني زي ما بقول انت لعيب مؤثر جدا، لعيب خلقيا وسلوكيا يعني منضبط، فاكيد الناس هتبقى يعني واقفه جنبك وسبورت ليك بشكل كبير. بس برضو ارجع واقول يعني شايف برضو ارجع للنادي الاهلي، شايف السنه دي الفرقه عامله ازاي يا عمرو؟ وشايف هل الفرقه تقدر يعني تستوعب غيابك يعني الفتره اللي جايه؟ يعني تحب تقول ايه لفرقتك؟ وشايف ان شاء الله ان هم يعني على قدر المسؤوليه يقدروا يعني يعوضوا غيابك؟ لا هو دي لا هو النادي الاهلي الصراحه برضه يعني في كلمه دايما بيقولوا النادي الاهلي ما بيقفش على حد حتى لو مؤثر طبعا جدا، بس يعني في ناس تقدر تشيل الفرقه يعني كابتن ايهاب وكابتن جندي، الناس دي برضه شالت فرقه لوحده طبعا، جندي كان بيلعب في الجزيره لوحده. لا في ناس كتير موجوده يعني، وانا ان شاء الله يعني متفائل وواثق فيهم طبعا ان شاء الله. بنفسك ووجودك معاهم حتى بعد العمليه اكيد هيفرق مع الفريق جدا يا عمرو، اتمنى لك كل الشفاء يا حبيبي وانت قدها وقدود يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. عمرو زهران نجم منتخب مصر والنادي الاهلي، الف سلامه عليك، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا عبر الهاتف على شاشه قناه النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شفتوا طمنا لكم على الحاله المعنويه لعمرو. عمرو لعيب بطل ولعيب راجل، شفتوا الحمد لله اول كلمه قال انا الحمد لله انا جالي رباط صليبي، يعني في سلام وفي يعني تسليم بقدر الله سبحانه وتعالى، ودي اهم حاجه ان البني ادم يبقى عارف ان ده قدر الله سبحانه وتعالى، وده اللي هيخليك دايما تتجاوز المحنه. بس انا عايز اقف عند عمرو زهران في حاجه مهمه، ودايما انا بديها عبره لكل الناشئين والناشئات اللي بيكونوا معايا. عمرو زهران وهو في قطاع الناشئين ما دخلش ولا منتخب مصر، سواء المنتخب الاكبر منه او منتخب سنه، ما اشتركش وما تمش اختياره، الله اعلم الاسباب كانت ايه، ولكن انا يعني مش متذكر جدا، بس ساعتها كان ناس كتير قالت ليه ما دخلش، وكان هو ممكن يحبط الحقيقه، وكان ممكن يقول لك انا حتى سني ما دخلتش وزمايلي سبقوني، و طب انا هعمل ايه؟ وخلي بالكم اللعيب اللي بيبقى في النادي الاهلي وما بيخشش منتخب مصر بيتاخر 10 خطوات، صدقوني يعني مش دايما ولكن بيتاخر 10 خطوات، لانه بيكونوا زمايله اللي معاه سبقوا سنه. بيكونوا زمايله اللي معاه سبقوا سنه من وجهه نظر الناس، انما من الحقيقه لا، واثبتها عمرو زهران. فالراجل اشتغل على نفسه، جه كابتن اشرف توفيق المدير الفني للنادي الاهلي ساعتها، تم تصعيده وشارك مع الفريق في اول سنه بشكل كبير، ثبت نفسه، تم تغيير الجهاز الفني وجيك مستر اجوستي استعان بيه اكتر، بدا كل ما ياخد وقت يلاقي نفسه احسن احسن احسن، لغايه ما وصل النهارده انه بيلعب منتخب افريقيا تحت 22 سنه، البطوله اللي اتلعبت في كندا برعايه الام بي افريكا او الام بي بشكل عام، وبعد كده لعب منتخب مصر الكبير، يعني قدر ان هو يحفر طريقه بايده، ما كانش فيه مسابقه، بالعكس ده كان ضد التيار، والنهارده بيتحط في اختبار جديد، إصابة مش كبيرة إن شاء الله يرجع فيها بالسلامة، ويرجع أقوى من الأول. وافتكروا كلامي ده، عمرو زهران لعيب قوي، لعيب راجل، لعيب يستطيع التغلب على المواقف الصعبة اللي بيتحط فيها وبيتفوق عليها إن شاء الله. ألف سلام عليك يا عمرو، ربنا يشفيك
بإذن الله.